الكحون شعر موسيقي شعبي بالدرجة، تنشأ في العصور الوسطى وين تخلطوا التراث الشعرية الأمازيغية والعربية والأندلسية. الملحون كان مكتوب في مخططات يسموهم الديوان، واستعملوهم بزاف الموسيقيين الشعبي الحوزي المالوف وحتى الراي. عويشة والحراز قصيدة مشهورة بزاف تاع الملحون، انكتبت في القرن 18 في المغرب ودخلت في الشعبي الجزائري مع عمر الزاهي والحاج الهاشمي قروابي اللي بدلوها شوية ومدوا لها لقطات جزائرية. القصيدة تحكي على حراس قديم جمل الحجاز، قاري علم التنجيم وعالم حرب النساء، خصو غزالة وصل في بلاد لهنا، صاب بنت ضريفة عذرة بهية ولطيفة، كان اسمها عويشة، تلعب العود وتغني مع العاشق ديالها القنابري. الحراز غار منهم إما لدها البعيد وألقى لها في القصر ديالو. العاشق جرب كامل الحيلات باش يسلكها، راح للقصر لابس كي القاضي كي الإمام كي العبيد وحتى كي الشيخة تاع الغنى، بصح الحراز توسوس منه كل خطرة وما خلاش يدخل يطلع القصر ديالو كي الباز. واش نعمل واش من المعمول واش من حيلة تنفعني معاه، كان يقول العاشق. إما في الأخر راح لوحده بوجهه العادي حكم غير القنبري ديالو، وعويشة قدرت تقنع الحراز يخلي هاد القنابري يدخل يزهيهم غير شوية. وهكذا الحراز نسى روحو بالموسيقى تاع العاشق والخمر، وعويشة سرقت له العصا السحرية ديالو ورداته قرد وقالت له هذا محبوب خاطري وانت عدبته، الظالم كي نعمل بيك ها حكمتك حصلت في يدي، وليت قرد فرحنا بالتنقاز. من بعد العاشق وعويشة عيطوا للعفريت الزرق وقالوا له هاد العدو اللي فرقنا اديه لامه تعلمه، في الحجاز تسيبه والحكمة عند النساء. وهذه هي حكاية العاشق وعويشة والحراز، ومحلاه العشق الحقاني اللي فيه تتحقق جميع الأماني، ومنحكي على زمان سيروا غير بالمحبة والحساني وخلوها على الفوقاني.